مستشار أحمد عبد النعيم الغرباوي، رئيس اللجنة الفرعية 70، المركز. طبعا عايزين نعرف سير العملية الانتخابية، بدايتها ازاي من اليوم، من بداية اليوم الثاني زي اليوم الأولاني بالظبط. بنبتدي العمل أقرار من الساعة 9، ونكون متواجدين قبل بدء العملية الانتخابية بساعة تقريبا، تجهيز الأوراق وتجهيز المقر لجميع المواطنين اللي هم يخشوا في معارضهم وينتخبوا، تيسيرا على الناس وعدم الزحام. في إقبال؟ الإقبال معقول إلى حد ما، وإحنا لسه النهارده ثاني يوم. عايزين نوضح للمواطنين ازاي بيتم عملية تنظيم المواطنين في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة أو خارجها بقى. يعني احنا طبعا بندخل عدد مناسب 10 10 تقريبا، بنحس ان احنا موزعين كشوف الانتخابات على اعضاء اللجنة، منع من الزحام عشان كل واحد يدي صوته بطريقة طليق بالمواطن المصري، ان هو يؤدي صوته بصورة شفافة ويثبت صوته ويحط ورقته في الصندوق. والحمد لله يعني ما فيش حد اشتكى من زحام او كده، ده من حسن سير العمليه الانتخابيه في الدخول والخروج والاداء بالصوت. وضح لنا حضرتك انتخبت ازاي؟ شخصيا احنا يعني على مستوى الجمهوريه كلها، انتخابات رئاسيه 2018 في كشف مسلم لجميع الرؤساء المستشارين ورؤساء اللجان الفرعيه بجميع اعضاء الموظفين ورؤساء اللجان بإثبات بياناتهم والإدلاء بأصوات، وده تم في أول يوم. كله أدى بصوته ووقع منه وحط ورقته في الصندوق، ويضاف عدد أعضاء اللجنة والمستشار مع أعضاء الناخبين في الكشوفات. طب هل ذلك يعد أول مرة إن المستشارين ينتخبوا فيها، ولا كان قبل سابق تصويت المستشارين كان متاح؟ لا الحقيقة ما كانش متاح قبل كده، ما كانش فيه هذا النوع من الكشف، ودي كانت أول مرة إن إحنا يعني نتشرف إن إحنا نبقى صوتنا في خبرات مهمة زي حركة الرئاسة أخوك.